لصفحة رياضية مع الزميل جورج سويدي. مرحبا جورج. هاي ماجد. هاي جيسيكا. شو ابرز الاخبار الرياضيه لليوم؟ ابرز بعد الويكند صح، اهم شيء الفوتبول الاوروبي، عوده البطولات بعد العطله، عنا اخبار دكار، تنس ان بي اي، واهم شيء عنا بطوله لبنان بالسباحه بشوارع بيروت اللي عم بتصير اليوم. ايه طبعا، هيدي اهم حدث رياضي عنا اليوم كمان. البداية إذن مع كرة القدم الأوروبية ومع الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أو الـ FA Cup، نادي أرسنال انتقل لليبرتي ستاديوم لمواجهة نادي سوانسي اللي كان فاز عليه بالدوري الإنجليزي 2-0 من حوالي 3 أسابيع. سوانسي بدأ المباراة بقوة وكان بطريقه لتحقيق فوز ثاني على التوالي على الجانرز بعد هدف للإسباني ميشو، لكن الفريق اللندني بيعود ليعادل بالدقيقة 81 عبر المهاجم الألماني الدولي لوكاس بودولسكي، وبعد بدقيقتين بيعطي كيرن جيبس التقدم لأرسنال بالدقيقة 83-2-1. الكل اعتقد انه فريق ارسنال باتجاه الفوز بهالمباراة، لكن داني بعادل لسوانسي بالدقيقة 86 والمباراة رح تعاد بهالدور الثالث حسب نظام الـ FA Cup على ارض فريق ارسنال. اشارة انه فريق ليفربول تأهل للدور الرابع بعد ما فاز على مانسفيلد تاون من الدرجة الرابعة 2-1 فقط. منتابع مع الفوتبول الانجليزي وبنوصل لابرز نتائج البطولات الاوروبيه اللي تسجلت بها الويك اند، والبدايه مع الدوري الاسباني لليغا والمرحله 18 اللي صارت ابرز مباريات امبارح المساء مع تعادل مخيب لاتلتيكو مدريد مع مايوركا 1-1. برشلونه فاز 4-0 بديربي المدينه على اسبانيول، هدف لميسي كان عم يسجله ليرفع رصيده ل 27 اصابه. ريال مدريد فاز بصعوبه 4-3 على ريال سوسيداد بمباراه طرد فيها الحارس الأساسي لفريق الريال الحارس أدان، وكان بديله إيكر كاسياس. سيلتا فيغو فاز 3-1 على ريال فالادوليد. بترتيب البطولة الإسبانية بعد هالمرحلة برشلونة ابتعد ب 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو، الريال قلص الفارق مع منافسه أتلتيكو لخمس نقاط وأكيد بعده بعيد ب 16 نقطة عن برشلونة. منتابع مع الدوري الإيطالي وأيضا منافسات المرحلة 19 صارت بالويك أند، أبرز امبارح المساء نابولي فاز 4-1 على إس روما مع 3 أهداف لأدينسون كافاني. تامدوريا فاجأ يوفنتوس وفاز عليه على أرضه 2-1. ميلان تغلب على سيينا، وأودينيزي فاجأ الإنتر وفاز عليه 3-0. بالترتيب لاتزيو عم بيقلص الفارق مع اليوفنتوس بعد ما فاز نهار السبت لخمس نقاط، نابولي ثالث، فيورنتينا رابع، والإنتر المركز الخامس. نوصل للرياضة الميكانيكية مع المرحلة الثانية لسباق داكار اللي عم بصير أكيد بالسنوات الأخيرة بأمريكا الجنوبية، والمرحلة الثانية صارت بصحراء البيرو وتحديدا ببيسكو لمسافة 242 كيلومتر، وأحرز فيها الفرنسي ستيفان بيترانس العالميني المركز الأول، وكان الإسباني كارلوس ساينز بطل العام 2010 أحرز المركز الأول المرحلة الأولى على متن الفولكسفاجن، لكنه اكتفى امبارح بالمركز 11 بفارق 18 دقيقة عن بيترانسل اللي قطع المسافة بساعتين 35 دقيقة و 38 ثانية. وتقدم بيترانسل الفائز بسباق داكار 4 مرات بالسيارات وست مرات بالدراجات النارية على الجنوب افريقي جينيل دوفيليه والفرنسي رونان شابو. اما زميل ساينز القطري ناصر العطية بطل 2011 فحال بالمركز السادس بالترتيب بهالمرحلة الثانية. نوصل للتنس ودورة كانت عم تصير بالهند تحديدا دورة تشيناي، وأحرز لقبها اللاعب الصربي يانكو تيب ساريفيتش المصنف الثاني بعد ما تغلب بالفينال على الإسباني روبرتو باوتيستا 3-6-6-1 و6-3 بهالبطولة اللي وصلت قيمة جوائزها ل 385 ألف دولار. اللقب هو الأول لتيب ساريفيتش 22 سنة بالدورة الهندية والرابع من مسيرته الاحترافية، وكان خسر نهائي الموسم الماضي مع الكندي ميلوس راونيك. وبدأ تيب ساريفيتش المباراة بطريقة سيئة، خسر المجموعة الأولى 3-6 لكنه عاد وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة ليفوز بالمباراة بساعة و40 دقيقة ويحصل على الجائزة المالية لصاحب المركز الأول وهي 69,500 دولار، كما حصل على 250 نقطة بالترتيب العالمي للاعبين المحترفين.
نختم اخبارنا مع الان بي اي. مباراه حماسيه جرت مساء امبارح بالستيبل سنتر بي ال اي، استقبل فيها ال اي ليكرز منافسه دنفر ناجتس بحضور 19,000 متفرج، وقاد الموزع تايرون لوسن فريق دنفر للفوز العشرين هالموسم مقابل 16 خسارة والخامس بآخر 7 مباريات بتسجيل 21 نقطة و10 أسيست. وأضاف الإيطالي دانيلو غاليناري 20 نقطة من بين رمية ثلاثية قاتلة بالثواني الأخيرة، أعطت الفوز لدنفر على الليكرز 112-105 لتكون الخسارة الثالثة على التوالي لكوبي براينت وزملائه. كوبي سجل بهالمباراة 29 نقطة، دوايت هوارد 14 نقطة، وراء مياسي 26 ريباوند كان عم يسجل لفريق الليكرز بهالمباراة هيدي، ناش 10 نقاط و13 متابعة. بأبرز بقى النتائج المسجلة امبارح المساء، انتصارات لكل من أوكلاهوما، ميامي، شارلوت وممفيس. هيدي كانت أبرز أخبارنا. ماجد وجيسيكا، شكرا جزيلا.